ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الاعلامي للمقاومة الوطنية الأستاذ محمد انعم. مرحبا بك يا أستاذ محمد. مرحبا بكم جماعة مباركة علينا وعليكم جميعا. رغم كل الجهود أستاذ محمد لإحلال السلام في الحديدة، تواصل الميليشيات خروقاتها وتتعمد استهداف مطاحن البحر الأحمر والمصانع لزيادة معاناة المواطنين، كيف تقرأ ذلك؟ الخروقات تظل طالما لم هناك بالشكل المطلوب الذي تم التأكيد عليه في اتفاق في استوكهولم. واضح الحوثيون غير المعنيين بتنفيذ الاتفاق بدليل انهم انقلبوا حتى على الاتفاق الذي اعلن عنه اول امس فيما يتعلق بالانسحاب من المرحله الاولى. نعم. لا اعتقد ان هناك توجه لدى الحوثيين لاحلال السلام في مدينه الحديده، وهم بداوا بالحرب ويحرصون على الحروب، هم يعيشون على الحروب وعلى البناء وعلى الحرائق، ولكن لم تستقر اليمن وهم الامن والسلام الا بالقضاء على هذه العصابه. نعم. استاذ محمد، تناول قائد المقاومه الوطنيه العميد العميد طارق تناول في مقابلة مع صحيفة الاندبندنت البريطانية عدد من القضايا المتعلقة بإحياء السلام في الحديدة، أهمية توقيت هذه المقابلة برأيك؟ أولا أنا أحب أن أؤكد أن مقابلة العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية الحرية الجنوبية جاءت في تفاصيل جدا في هذه المرحلة العقيدة، وهي مقابلة ربما الشارع اليمني والعربي انتظرها طويلا، وتضمنت توجيه رسائل كثيرة للداخل والخارج، وهي رسائل تتواصل مع هذه المرحلة ومتطلبات الحاضر والمستقبل. نعم. كونها تناولت أربعة محاور رئيسية، تناولت محور ما يتعلق بتحضير الاتفاق المشهور، تناولت حرص الزعيم وتوصياته عدم تسجيل خلافات مواجهات عسكرية داخل تمام العاصمة وتدريب المواطنين للحرب والاقتتال داخل العاصمة صنعاء، وكذلك هي توصية بما يكون إعادة تأسيس حضارة الجمهورية للدفاع عن النظام الجمهوري. وفي الوقت ذاته أعطت صورة على المشهد السياسي وكذلك تأسيس الحضارة الجمهورية وكيف تم هذا. استطيع أن أقول تضمن طرح واقعي وموضوعي ومسؤول وإدراك حمسه واعي لما يتعلق بالمشهد السياسي بكل تفاصيله. أهم الرسائل التي وجهها العميد طارق في هذه المقابلة هو الدعوة للمصالحة، الدعوة للسلام بين الأطراف اليمنية التي تتوحد في صفوف الدفاع عن الجمهورية وتتجاوز سنة 2011، فطالب الصراحة وبكل وضوح الكل أخطأ بحق الوطن والكل أخطأ بحق أنفسنا، وعلينا أن نوحد صفوفنا ونتجه لمواجهة العدو المشترك على العدو الذي يتربص بكل طرف فيها في الحالين، وبالاخير يريد ان يقضي على حلم الشعب اليمني ويجد اليمن الى ويجد اليمن الف سنه جديده للتهانوت الى حكم تهانوت جديد. الجميع المطالبين الان ان يؤدي دعوه عن الصالح ونعمل في صف واحد الان للدم اليمني. نمتدد في خندق واحد، وعلينا ان نستشعر ولا نجلس يتخندقون الان في كل واحد في نفس الماوي وغير الصدور بالكراهيه والاحقاد. علينا الان طالما وفي هناك اطفال من مدرسة واحد جاء على النظام الجديد ان نتجه لحوار جاد ونحدد اولوياتنا ونحط خطتنا ونقضي على اصابه الحوثي التي وصفها بالاضعف الاضعف اضعف لم تستطع في جمال ان تعمل شيئا يعني. وكذلك الان يقول لنا تعالوا شوف في حزير في الحشاش، واضحه رسائل واضحه وهي رسائل بالتاكيد انا اتمنى يعني من كل القوى السياسيه من كل الاعلاميين من كل الكتاب من كل المثقفين ان نعمل عليها. نعم. وان نحولها الى شغلنا الشاغل نتمثل من اجل الوطن لا من اجل الرسائل الاخرى نوجهها عن طارق رسائل تقنيع لجماهير الشعب اليمني بكل مكان وقال فيها بكل ثقه نحن جاهزين فيما يتعلق بالاوضاع في الحديده الماساه الان عنها تقريبا. نعم. نحن جاهزين لكل انفاق الخيارات وهو رساله واضحه يعني انه اذا لم ما تدخل من دوله المشاورات وبرعايه الامم المتحده، لكن في ذاك الوقت هو يقول لابد ينتزع هذا الميناء لانه نعم. اشكرك. اتمنى ان تهنئ الاسلحه الايرانيه وجميع المليارات المنتجه بالمشتقات النفطيه، اتمنى ان الجميع يستمع بصوت العقل والحكمه
أشكرك الأستاذ محمد انعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.